يبقى اتفقنا ان انت في الخطوه الثانيه عرفت ايه الحاجات السوفت سكيلز والحاجات الهارد سكيلز، ايه الحاجات المميزات اللي عندك وايه الحاجات اللي انت محتاج تطور نفسك فيها. اطلب من مديرك انك تبدا تطور نفسك في الحاجات اللي عندك بها بعض التحديات، والحاجات اللي انت كويس فيها كمل فيها وطور نفسك اكتر. طيب هل ممكن تقولي انا مفيش تقييم عندي؟ انت ممكن تطلب من زمايلك انك مثلا عملت برزنتيشن سكيلز بس لقيت نفسك في برزنتيشن بتوه، فاطلب من زميلك قول لك بص انا النهارده عندي برزنتيشن قدام مديرنا وقدام القسم بتاعنا او قدام الفيل فورس، عايزك بعد ما اخلص تقول لي ايه الاخبار، تقول لي انا عملت ايه الحاجات الكويسه والحاجات اللي محتاجه اتطور فيها. ويا سلام لو قدرت تاخد الكلام دوت من كمان قسم المبيعات ومع العملاء بتوعك، هتسمع الكلام ده من اكتر من حد، من اكتر من ديبارتمنت او قسم انت بتشتغل عنه، هيبقى الفيدباك او الاراء اللي تسمعها بعد كده مفيده جدا جدا، وكل واحد هيقول لك على حاجه مش مختلفه، حاجات مفيده. ولما تلاقي حاجه ثابته بتسمعها من اكتر من حد، انا قلتها في فيديو قبل كده، تاكد ان هي عندك، ما تقولش هم وحشين هم ضايعين هم ما يفهموش الكلام ده، مفيش، مش حقيقي. طب انا بحكي لكم الكلام ليه؟ ده ليه؟ هل انا ما كانش بيحصل لي تطور في شخصيتي كتير جدا؟ طبعا كان بيحصل ده. يعني في الاول مثلا كنت فاكر ان هو ايه، ان انت دخلت في اجتماع او كده اهوت ولقيت ان في حد بيقول راي مختلف عنك، انك لا اشمعنى ليه ما اخدش رايي، هو ما يحترمنيش ليه، اخش بقى في كونفليكت، فاهم؟ نقعد نتخانق بقى. طبعا كنا بنغلط في بعض، نتكلم خناقه بيزنس يعني. جات لي فرصه من الفرص ان ربنا كرمني من كام سنه، طلعت 4 شهور في سويسرا، اخذت فيها اساينمنت مش كشغل فول تايم، كاساينمنت 4 شهور غير شغلي العادي، بس ادوني 4 شهور سافرت هناك فول تايم عشان اتعلم. وانا هناك كنت ساعتها جايب الانطباع ان هو ايه، بص انت عايز توصل لحاجه روش واتكلم قول رايك يا معلم واتخانق وقول بتاع بعد كده شفت لا، ان في ناس وراني ساعتها مديري ومدير مديري ان هو لا، انت ممكن توصل اللي انت عايزه بصياحه، انت توصل اللي انت عايزه بهدوء، انت عشان توصل اللي انت عايزه مش محتاج انك تزعق لو اللي قدامك ما احترمش كلامك. دي كلها حاجات انت بنشوفها قدامك، ناس بتعملها، مدير بيعملها مع زمايله او زمايله بيعملوها مع زمايل تانية، ازاي الناس بتختلف جدا جدا مع بعض، ما بيغلطوش في بعض، ما بيزعقوش لبعض، ما بيتعصبوش على بعض. لما بتشوف ده بعينيك فبتبقى بالنسبة لك انسبيريشن انك تشوف حد في بوزيشن اعلى منك يخش في تحدي اصعب منك في خناقة كبيرة ما فيهاش غلط في الاب والام ولا اي حاجة، وازاي هم في الاخر يوصلوا للتفاهم، مش تفاهم ان هو حل مشترك، تفاهم يبقى فيها حل الاثنين، حتى لو في بعضهم انا شفت ناس ما بتوصلش للتفاهم بس في الاخر وصلوا لحاجة باحترام، ووصلت رأيك بادب، انت عرفت توصل اللي انت عايزه من غير ما تخسر الناس ومن غير ما تخسر نفسك ومن غير ما تهزق نفسك او تهزق غيرك، او يبقى عندك انطباع وحش ان ده بتاع مشاكل، ده مزعج، ده مقرف، بص هو ده هايل، بس هو مشكلته ان هو ايه، يعني لما بيبقى عايز حاجه بيفضل يقفش فيها. الكلام اللي بقوله ده حصل مع ناس كتيره جدا، حصل لنا في وقت من الاوقات، وقدرت الحمد لله اطور من شخصيتي بحيث انه ايه ابقى احسن. وطبعا ما فيش حد وصل للفاينل ان هو بقى عالمي وانه خلاص انت وجبت كل حاجه، كلنا بنتعلم كل يوم. عشان بس ايه اكد لكم الحته دي، مش معنى ان الواحد في جلوبال تيم ان هو جامد جدا وما حصلش، لا طبعا احنا كلنا بنتعلم، كلنا بنغلط جامد جدا، وكل يوم بعد يوم بنتعلم وبنشوف الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل وبنبدا نطورها.